لأن المكان هذا كويس إن الواحد يتذكر بستان ستي اللي علمني أول دروس الجمال يعني. البستان انحلق وصار مكانه غابة إسمنتية من الباطون المسلح. هون على الأقل لسه في شجر. أرجو إنه يظل موجود لمدة طويلة قبل ما يحلقوه. البستان هذا بالمزة اللي أصبحت ضاحية دمشق الجديدة هلا ما عاد اسمها المزة يعني. البستان هذا بطفولتي علمني من خلال تتابع الفصول إنه حقيقة الأشياء ما هي الأشياء اللحظية، هي حياة هذه الموجودات منذ البداية وحتى النهاية. الصعود على الشجر وتلمس جزع الشجرة بالكفين والإحساس بالخشونة والنعومة علمني الملمس على سطح اللوحة، الملمس الخشن، الملمس الناعم، التفاعلات مع بعضهم. كل هذا كان ينطبع بدون وعي بالطفولة، لكن بعد ما بديت أرسم بالمدرسة الابتدائية بديت أحس بالألوان وبديت أتذكر اللي عم شوفه، ونمى هذا الوعي حتى ثانوي في مرسم التجهيز الأولى عند الأستاذ نازم جعفري الله يطول عمره. تعلمت الخامات اللي يستخدمها الرسام وابتدت المفهوم الفن يتعمق كمهنة كصنعة. أول الرسوم اللي عملتها كانت بالصف الثاني ابتدائي. كان عندنا أستاذ اسمه ثابت القباني، هو عمه للشاعر الكبير نزار قباني. هذا الرجل كان يحط لنا أصيص زريعة قدامنا ويقول لنا رسموه، مع إنه كنا أطفال لسه يعني. علمنا الجرأة على رسم الطبيعة. لحد مرحلة الإعدادية رسمت رسمة بالألوان المائية، رجل سكير عم يدخن طالع الدخان من تمه، واشتركت فيها بمعرض السنوي اللي كانت تعمله الدولة بالمتحف الوطني سنة 1952. قبلت اللوحة وكانت بالنسبة إلي شهادة بإنه أنا ممكن أبقى رسام. يعني أنا بعتقد في هنيك مؤثرين كبار عملوا تأثير حاسم على نزير نبعة. الأول هو عيشه في مدينة دمشق واحتكاكه بوقت مبكر كتير مع بعض الفنانين مثل ناظم الجعفري ومثل محمود جلال، واللي بعتقد تركوا أثر كبير عليه، مو من الناحية الفنية، تركوا عليه أثر كبير من ناحية امتلاكه للتقنيات من جهة وإحساسه بالمسؤولية العالية تجاه العمل الفني من جهة ثانية. أما التأثيرات بعتقد الأكبر بكثير على المستوى الفني وعلى المستوى الفلسفي فترة دراسته في مصر. فنزير معروف أنه سافر على مصر لمدة 4 سنوات سنة 59، وبنشوف هذا التأثير واضح بشغله وبأفكاره. في بيت الأستاذ محمود جلال شفت أول لوحة زيتية لراعي أمامه خروف، كانت موجودة بغرفة فيها ستائر على الشباك، الضوء الخافت داخل. كنت حس كأنه معبد أنا وتوقفت قدام هذا العمل. فضل ذاكرتي لمرحلة متأخرة من حياتي. شيخ إمام. أي شيخ إمام سنة 83 لما إجا على سوريا زارنا بالبيت، طلبوا منه الحضور يغني أغاني سياسية، ما رضيش. قال لهم أنا في بيت نزير وشلبية حغني لنفسي، وغنى أغاني الحب لسيد درويش وأنا أهويت وانتهيت. هذا الشاعر الكبير السوري سليمان بن إسلام. أنا عامل له كتاب أناشيد الأطفال وأنا رسمته، أخذنا عليه جائزة بمهرجان لايبزيغ. هاي الصورة رسمة شلبية أنا وياها. منين؟ دي صديقتي الشخصية دي لوزة أم شلبية.
خلص الذكريات بتخلص. لا مشروع القاهرة التحضير له صار بمقلع أحجار قرية برقاش. كنت أطلع مع العمال الصباح وأظل معهم طول النهار، وبعدين تنفذ بالأتليهات تبع كلية فنون بالقاهرة. الموضوع نفسه حكاية العمال كان بدت مع الأفكار اليسارية والتقدمية إنه المشروع يكون له بعد إنساني. بالحقيقة نزير بنية اللوحة تبعه بنية قوية، جاي على الأغلب من دراسته على يد أساتذة كبار مثل عبد العزيز درويش، مثل حسين بكار، مثل البناني. نشوف تأثير الأساطير على عمله، نشوف حتى على المستوى التقني بنقل اللوحة بلونين كمان كانوا كثير مطروقين في الحياة التشكيلية المصرية بهذيك الأيام، اللي هون لون الأوكر ولون الأزرق الكوبال. وبعدين اجت المرحلة هي اللي سموها الناس مرحلة المشقيات، لأنه أنا كنت أوقع اللوحة وأكتب تحت كل توقيع دمشق. المعرض بيعطينا فرصة على أنه نشوف شو اللي بيوحد 50 عام من إنتاج نزير. منلاحظ على أنه في كل الحالات اللي عم يتنقل فيها من الشكل التعبيري للواقع للاستشراقي للتجريد، دائماً في هالمسام أو نحت السطح نفسه هالزرات هيدي الرملية الشاحبة اللي كتير تراجيدية وكتير بتعطي الحقيقة تأثير توحدي. تحس إنه الفنان في عنده نوع من الجرح الأليم الكبير، وشوف الوجود زرات منتصرة غير قابلة أحياناً حتى للتماسك. فبنية اللوحة عند نزير مختلفة ذوقياً من بدايته حتى اليوم. يعني هو كان ابن خالي كان زميل نزير، وجاء مع ابن خالي على البلد وتعرفنا هناك. يعني ما اعرفش يمكن شافني عجبته ولا يعني واضح كده بقى يعني سألني شكلك مش عارفة ايه، قلت له هتتجوزني ولا ايه؟ ايه قال لي وفيها ايه؟ يعني المعرفة كانت كده يعني. وبعدين بقى يجي عندنا على البلد ويعني لمسة السحر اللي حصلت، وهو كان يعني حسيت انه انسان في حاجة غير الشباب. في المرحلة الاولى اندهشت وسحرت بالصدق والاقدام الموجود عنده، يعني روح الاقتحام والبراعة الموجودة فيه، واهديتها مجموعة اوراق. تفاجأت باليوم الثاني انه مرسومة الاوراق هي كلها. بعتقد انه كانت عم ترضيني لانه عارفة انه هذا رسام. فعطيتها الوان. كمان دهشت انه الرسوم تلونت بشكل ملفت للنظر يعني. وابتدأت علاقتنا من هون، يعني من شلبية الانسان الرسامة. تزوجنا باليوم اللي حصل فيه الانفصال، خوفا من انه انا ارجع سوريا وهي تبقى بالقاهرة، يعني خوفا من انه تنتهي القصة الرومانسية هي بنهاية حزينة. لكن يعني نحمد الله انه استمرت بشكل جميل يعني، وكبرنا سوا. يعني انا تحولت من طالب لفنان وهي تحولت لزوجة فنانة. يعني أنا مسحور بالحرية اللي هي بترسم فيها، وهي مبسوطة من القدرة الأكاديمية الموجودة عندي اللي أنا بديت أتخلص منها شوي شوي بمساعدة الجرأة والحرية الموجودة برسومها. يعني
هي بعتقد المعادلة تبع علاقتي بشلبية. وبعد ما رجعت من القاهرة ب15 يوم عينوني بدير الزور مدرس للتربية الفنية. في الأول حسيت إنه في نوع من الظلم بالتعييني بهالمنطقة البعيدة يعني، لكن لما رحت لهنيك الطبيعة شدتني وأسرتني فعلا يعني، لأنه فيها طبيعة مختلفة. بدير الزور في شيء إذا بنقول مشهد تعبيري أحيانا يصل لقسوة يعني، بين الصحراء بين الفرات العظيمة اللي داخل بالأرض وأشجار الغرب على الضفتين في الربيع والصيف عم تعمل خضار قاتم، بينما في الخريف عم تعمل لون ذهبي العكر يعني عم ينقلب تبع الورق عم ينقلب لشيء لون ذهبي. وقت الغروب عم يعمل شيء ساحر وشيء ملحمي يعني تقريبا مع الأحمر تبع الغروب، الأحمر القاني اللي ما في أي تنميعات أخرى يعني. ومن خلال معيشتي للجو الفراتي عملت أول معرض مستوحى اللوحات من الأساطير الفراتية ومن الأساطير اللي قرأت عنها في ألحت على الذاكرة. يعني بعد المعرض الأول شدتني الصحراء للون الأوكر واللون البني درجاته، فعملت معرض صالة اسمها صالة السيوان كان عاملها غياس الأخرس. فيها كان الشكل الإنساني هو الأساس بتكوين اللوحة، مستوحاة من أشكال البدو في الصحراء من الأطفال ونساء، وكان الإنسان يعني هو المسيطر في اللوحة، ما في أي أشكال أخرى يعني، المنظر وراء الأشخاص فقط أرضية تنتمي للون الأوكر واللون البني، والألوان كانت فيها تقشف بالغ يعني مثل ألوان الصحراء. بعد الانتقال من دير الزور لدمشق عينوني بالكتب المدرسية. بالفترة هي تبع الكتب المدرسية عملت مجلة فلسطين الثورة، يعني أنا اللي عملت العدد الأول والماكيت والموتيفات اللي جوا، لأنه كان الورق يصرف تبرعا من وزارة التربية أيام سليمان مخش كان وزير التربية. أبو جهاد خليل الوزير عجبته الموتيفات، فلما كان في مهرجان صوفيا سنة 68 مهرجان الشباب الديمقراطي العالمي طلب مني أصمم بوسترات عن القضية الفلسطينية للمهرجان، وعملت أذكر عملت شوية ثلاثة أو أربعة عن نابال، لأنه وقتها كان بال67 إسرائيل ضربت نابال، وعملت واحد عن إنه القتال من أجل السلام، فعملت بارودة واقفة عليها حمامة، فأشارت إشارة استفهام بالنسبة لأبو جهاد، وقف الطبع وندهولي أذكر من البيت، دخلت على المطبعة قال لي شو معناتها الحمامة اللي واقفة على البارودة؟ قلت له نحن بدنا نخاطب العالم، بدنا نفهمهم أنه نحن عم نقاتل من أجل السلام مو من أجل القتال يعني. فقال لهم اطبعوا، هيك بتذكر بايده وأشر لهم انه اطبعوا، فمشيت المطابع وفرحت انا طبعا جدا.
67 كانت صفعة نبهت الواحد لكل أفكار شعارات المبالغ فيها، وكانت نوع من خيبة الأمل بالنفس وبالأفكار وبالشعارات كلها. يعني أيامها توقفت عن رسم اللوحات وقعدت فترة طويلة أرسم بوسترات للفدائيين الفلسطينيين، وكان الفدائي الشخصية الوحيدة اللي فيها أمل بالنسبة للناس العاديين بهذاك الوقت. لما بيتعين الواحد بالجامعة بعد سنتين بصير بدهم يبعتوه بعثة يتابع دراسته في مجال عمله. يعني كانت فرصة ثمينة لأشوف المنجزات الغربية في مجال الفن التشكيلي خارج الكتب والمجلات، أشوفها مواجهة ومباشرة. كانت لمدة 4 سنوات قضيتهم بين غاليريات باريس ومتاحفها وأفلامها السينمائية الهامة. حسيت بحاجة للعودة للبدايات لبستان الجدة أم محمود، فاخترت موضوع التخرج من تفاصيل نباتية اللي هي عبارة عن ذكريات الطفولة لما كنت ألعب بالنباتات خلال جولتي في البستان نفسه. بهالمشروع هاد كمان، يعني لأنه مبنى على تفاصيل نباتية فقط، قدرت حقيق تجريد بالموضوع مش بالشكل. يعني بمعنى أنه أرسم كل مواضيع التصوير من خلال تفصيل واحد. يعني الفكرة حققت قبول عند لجنة التحكيم وحققت فيها أعلى معدل. لما تخرجت من البوزار بعثت برقية لأستاذي عبد العزيز درويش المصري أنه أنا تخرجت وجبت لك أعلى ديمانسيون بالبوزار وما زلت أستاذي. أنا أعجبت بمجموعة قصص قصيرة شورت ستوري. هو زكريا ده؟ زكريا عاملهم عن بنت اسمها رندا، بنت صغيرة أحلام كيف بتفكر كيف تروح المدرسة. كثير كنت جذب للشخصية هاي وحابب أعمل رسم. يعني اتفقت أنا وياه مشان أرسمها. عم بتفرج اللي هاي رسمات مين هاي؟ قلت له صفات اللي خلاص هي بتصبر. مرحلة الدمشقيات أنا بعتبرها امتداد لعمله في نهاية الستينات أول السبعينات، واللي واضح فيها هم أساسي هو هم الهوية، هوية هذا الفنان واللي بيشوف حاله أمام طغيان ثقافي وتشكيلي من الغرب، وبنفس الوقت هو عنده إرث محلي لا يريد أنه يموت أو يتبعثر. أخذ شيء كثير من هذا الموروث البصري العربي الشرقي ليعيد صياغته بطريقة جديدة، استغنى عن الكثير من التقنيات الخشنة بعمله لصالح نعومة الملمس ولصالح الغرق في تفاصيل وتفاصيل التفاصيل. أنا برأيي أنه تجريب نزير وصل لقمة الأصالة بتاعته في تجارب السنة الراهنة اللي معروض قسم كبير منه، بتحول من تجريد غنائي إلى تجريد كتير خاص فيه، هو فينا نقول تصوفي أو توحدي، وهون بينطبق كلمة تجليات عليه، لأنه بالأساس الاستلهام صحيح من المدن البائدة مثل معلولة مثل غيرها. هالآثار المنحوتة في الجبل هاللي بتنقل ذاكرتنا الحضارية داخل الطبيعة، هي عمليا فيها هروب للجبل لأن المدينة أصبحت فاسدة، والهروب إلى تجريد الجبل، وبالتالي محاولة توليف بين التجريد الغربي
وهالتوحد والعزلة الصوفية اللي عند نزير، لكن داخل الطبيعة. فنزير بالأساس هو مزارع ورسام، يعني هو ما بعيد عن النبات، ما بعيد عن الجبل، ما بعيد عن الطبيعة. يعني أنا كل يوم بدخل المرسم، كل يوم برسم، يعني حكاية الوحي والأشياء الرومانتيكية القديمة خلصت، صار عمل يومي يتحمل الفشل ويتحمل النجاح. إنما لما بدخل على المرسم باعتبار الرسم أو التصوير عمل فردي، يعني أنا واللوحة لوحدنا، بيبقى بالنسبة إلي من الصعب جداً أنه أرسم قدام شخص أو قدام كاميرا. بحس أنه المسألة مفتعلة جداً، يعني حركتي قدام اللوحة بتبقى مش طبيعية. يعني ما عندي أحلام كبيرة، أنا أحلامي أنه يبقى في عندي قماش وفرش وألوان وأرسم وأعيش بكرامة، ما أكون محتاج لحدا، وهذا قدرت حققه ببساطة شديدة. يعني من ناحية الأفكار وتحقيقها، يعني تحويلها من خيال لواقع، محتاج عمر تاني لحقق الشغلات اللي موجودة بخيالي. يعني مثل ما شبهت الفترات اللي بيمر فيها الرسام، انه بستان بينتهي التجوال فيه، لسه بستان التجليات ما انتهيت من التجوال فيه، مشتاقي احقق فيه لوحة بيضة بدون الوان تكون انتهيت التجليات بهاللوحة هذه.